باركلي باركلي، ألف مبروك عاشو. أخيرا توظفت، أخيرا توظفت أنا. ألف مبروك إن شاء الله. وإيش صار مشاني؟ إيش ده يصير يعني؟ يعني ما وظفتني؟ ليش أنت مقدم على الوظيفة؟ لا والله، بس قلت لحالي بطريقك بلكي بتوظفني. نعم أنت أناني، وظفت حالك ونسيت رفيع عمرك. اغص على صاحبي اغص. وشو بدي اوظفك؟ حي الله شي، وظفني طبيب. طبيب؟ ايه شو فيه؟ في كتيرين بيشتغلوا طبيب. ايش ناقصني ياب؟ طول العرض ومن شان الصدرية البيضة وسماعات. بكرة بشتري صدرية وسماعات. ولا قلك ما بدي طبيب خيو، انا بكره ريحة الادوية وبدوخ من ريحة البنج. اخي وظفني مهندس، انا بيلبق لي اشتغل مهندس. وليش انت دارس مهندس؟ هندسة يعني؟ لا مالي دارس، الله الهندسة بدها دراسة. إيه؟ ولو طيب وظفني مدير، هاي شغلة سهلة ما بدها غير طقم وجرافيتا ونفسية حامضة. لك ايش اوصفك مدير؟ ايش فيها يعني؟ بس انت مالك دارس يا كراكوز وما معك شهادات. وليش الشهادات يا عيوز افندي؟
ولك نص مدراء البلد ما معهم شهادات غير شهادة الواسطة. أنا رح أشتغل مدير، يعني رح أقعد بغرفة لحالي فيها مكيف منشان أكيف، وما رح أعمل شي غير إني رح أقلب خلقتي بالموظفين وأدخل عيبس وأطلع عيبس، وما رح أقول غير جملة واحدة: روحوا شوفوا شغلكن. وهي شغلة ما بدها شهادة، ورح يكون عندي موظفين ورح يدرسوا المعاملات تبع المواطنين، وأنا رح أوقع لهم عليها مع عدم الموافقة. وليش يا كراكوز مع عدم الموافقة؟ منشان أعمل بالمواطنين مثل ما بيعملوا معنا بالدوائر. خلص خيو، وظفني مدير. إيه، هي أول مدير بيعرف شغله قبل ما يصير مدير. يا عيني على المدير. مسكر روحي. اي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو سعيد. مين الشخصية؟ مش عرفني، يمكن مستأجر جديد. بس هذا الزلمة مبين عليه أندبوري ومنتوف، يعني لا تسنوا سنينكم كتير. ها، يعني إذا أندبوري ومنتوف ما بيأكلوا بشرب؟ لكن هذا مو تبع أكل وشرب، هذا تبع قراءة وكتابة. باسم رباب مثقف. يا سيدي الله يكترون ويكتر المستأجرين والسكان بالحارة. أصلاً كل ما كتروا نحن مستفيد أكتر. لك أنا واحد الناس من شهر لهلا بجيب الرزق الصبح وبوزع الجويرين بعدين، وسبعنا منبيع بخسارة. يعني بالعربي شغلنا كله خسارة بخسارة. منيح أنت عم تشتغل بخسارة، إيه بس نحن لا عم نخسر ولا عم نربح. لك يا زلمي من شهر لهلا ما دخل لعندي رجال على دكاني. والله يا جماعة بيخطر على بالي أضب العدة وأغير هالكار. إيه عم نضيع وقتنا على الفاضي حجي. الحارة بدها 10 سنين ليصير فيها زباين مثل العالم ويصير فيها شيء اسمه شغل. بس يا معلم ساوي لنا كاسة شاي. العمى لك هذا الزلمة اجره جرارة اجى الرزق عن اذنكم. خمير طع حبيب حط لنا كيلو تفاح. علي الحلال يا ابراهيم صدقت هالزلمة هاد فعلا اجره جرارة. سلام روحي سلام. والله غريبة. لا معلم عندك بزر نايم؟ ايه انا اللي عندي البزر جاي وحياة عيونك جاي. لا عمى ايش هو الزلم يا ولي؟ خلص هاي حياة جديدة وب
بيت جديد. أهلين بالشباب، ميت سلامة. يا راسي شرفتوا. أبو سعيد، يا أبو سعيد. إيه لك إيش بك هلكتني. هلا صرت تحبني؟ لك مالك شايفني مالي فاضي، عندي زباين يابو. يعني صار للدبانة دكانة وصارت تسكر على بكير. اسمعوا ايش بدي أقولكم، انتوا بتعرفوا هدول العالم اللي بالحارة إيشو رجال مثلنا مثلهم؟ لا مان رجال، هدول مخابرات. اوف، نحن ايش عاملين؟ نحن ما لنا عاملين شيء، بس هذا الاستاذ اللي شرف الصبح خيو. المهم هدول عم يشتروا من عنا وبيدفعوا لنا حقهم، ايش بدنا نحن؟ فعلا، المهم الحاره تشتغل، نحن ايش دخلنا؟ خلينا نرزق خيو. هيك قولتكم؟ طب مشينا خيو. الله يرزقكم. جدد لنا الجوي. يلا والله جاي. روحوا تسببوا. يا راسي يعطيك العافية. أهلين أهلين وسهلين بالأستاذ، والله نورت يا أستاذ. عفوا، ليش عم تقول لي أستاذ؟ ولو، العين ما بتعلى عن الحاجب يا أستاذ. إيه أنت معروف، وهل يخفى القمر؟ شو هاد؟ ما شاء الله، وبتقول ما حدا بيعرفك وما حدا معبرك. إيش بقدر بخدمك يا أستاذ؟ من فضلك بدي علبة سردين وشغفين خبز. على عيني على عيني، انت بتأمر امر. تفضل، هي السردين والخبز. يسلموا. قد ايه حساب الله؟ اعوذ بالله انا اخذ منك؟ انت ضيفنا اليوم. لا إذا بتريد والله ما باخذه بدون حقه. لا معلش. لا يا أستاذ، لا، عم تضربنا بحجارك؟ يعني معقول ما تقبل ضيافتنا إلا لأنه أنت فهيم ومتعلم ونحن درويش على باب الله؟ لا يا زلمي، الله يسامحك، خلاص مقبولة، شكراً، يعطيك العافية. روح، الله يجبر بخاطرك يا أستاذ، الله يوفقك يا أستاذ. شرفت روحي. سلامة. السلام عليكم. أهلين بالأستاذ، شرفت يا روحي. تسلم. حضرتك الأستاذ سميح الغفري. خليلي روحك، ليش حدا ما بيعرفك يا أستاذ؟ معروف. عفوا، منين بتعرفني؟ منين بتعرفني؟ لا يا أستاذ، وهل يخفى القمر؟ لك أنت زينة الحارة كلها، أمرني روحي. تسلم لي، الله يخليك. بدي شي نص كيلو بندورات. أي مو بتأمر، خليلي روحك. وهي أحلى بندورات لأحلى أستاذ سميح. على راسي. وهي فوق كمان شوية خيارات. لا ما بدي خيار. صلي على النبي استاذ، صلي على النبي. هدول عرض عاملينه نحن، هدول ضيافة من اخوك. تسلم لي، الله يعزك، شكرا. اهلين وسهلين استاذ. والله ما بتدفع شيء. لا اعوذ بالله استاذ، والله ما بتدفع. ايش الحكي هذا؟ لا يا استاذ، خجلتونا يا جماعه. على راسي يا استاذ، انت بتأمر امر روحي. شرفت. السلام عليكم، شكرا. اهلين الاستاذ، خليني روحك. السلام عليكم. اهلا استاذ سميح. عفوا، منين بتعرف اسمي؟ لا يا استاذ، انت اشهر من نار على العلم. اهلا وسهلا، شرف. ايش بتحب نضيفك؟ والله هيك شيء، كاسه شاي اذا بتريد. يا على راسي.
وهي احلى كاسه شاي للاستاذ سميح. تسلم الله يعزك يا ابو رحمه. ابو رحمه شرف. قديه حق ابو الله؟ لا هي ما حبيتها منك طاول. انت هيك عم تسبني يا استاذ. بدك ياهم يقولوا ابو رحمه بخيل ولك على مين؟ على استاذ سميح. ما حبيتها. لا يا رجل الله يعزك، والله هيك انتوا عم تخجلونا. اعوذ بالله لا عم نخجلك ولا شيء. لا تحكي هالحكي هاد. انت بتأمر ايمت ما خطر لك، ها تجي لعندي بتشرب شاي وكله احسابي. اهلا وسهلا. تسلم شكرا. سعيد ذكرت انا قايم لك هدول شايات اكرك عجم محترمين. شرف جرب لي اياهم واعطيني رايك. ايه بس هدول بدي ادفع حقهم. اعوذ بالله بقى والله عم تزعلني منك. ها انت استاذ اماني في رقبتك، ايمت ما خطر لك شاي زهورات كله سخن شنقر لي على الموبايل او ابعث لي ولد لهون. اهلا وسهلا. وانت اللي كنت مفكر ما حدا بيعرفك ولا حدا معبرك. الله فعلا شعبنا اكتر شعب وطني وغيور. يا الله شو مرتاح، كل تعب هالسنين عطى نتيجة. الحمد لله الحمد لله ولا اله الا الله. ابو سعيد الله يخليك، يعني انت على راسي، بس اذا ما سجلتهم على الدفتر لهالجبنات والخبزات ما حاخذهم. لا 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 يا استاذ سميح، لا رجعت تطلبنا بحجارك. ايه معقول نحن ناخذ منك حقول؟ الله يسامحك والله ما بقبل. خلص سجلهم اذا بتريد مشان نكون مرتاح. اخ ايه خيول ما بيجي معك تعال معه. ابو رحمه ناولني هالدفتر لاشوف. هيك بده استاذ سميح. تسلم لي يا رب. امرك. شرف استاذ سميح، احلى خيارات جنب هالجبنات. لك الخيار بده جبنه وفوق تفاح وفوق بندوره كمان. يا سيدي مقبولين منك بس بدك تسجلهم. صلي على النبي روحي، هدول ضيافه من اخوك ابو عبدو. لا لا ما باخذهم نهائيا. الله خلص بقى قلنا لك ضيافه. اعوذ بالله. خلص سجلنا اياهم عندك روحي. حاضر. استاذ سميح احلى ربع كيلو بن بتذوقه بحياتك، تفضل. مقبولين بس بدك تسجلهم. الله يخليك، خليكم مرتاح. كمان هدول يا استاذ اذا بتريد. معلش ايه خلاص بعيوني بس اسجل لك اياهم على لوح البوز. حلوه ابو رحمه. طالما هيك روح يقوم قوم اسعف له فنجان قهوه لكلياتها. يلا روح يلا. ايه بعيوني. يلا يلا. أنا لازم أترك هذا البيت خلاص. هاي صار شهرين مكسورة لأجرة البيت وغرقت بالديون. ما حدا عم يشغلني لأني هل أنا خريج حبوس؟ خلاص أنا صار لازم أترك البيت. هدول الديانة أكيد سمعوا من صاحب البيت إني بدي أنتقل وجايين طالبوني بديونهم. يا ربي دخيلك شو بدي ساوي؟ يلا ما لا غير تفتح وتشرح لهم وضعك وأكيد الجماعة رح يقدروا. أكيد إيه بعمرهم ما قصروا معك. يلا سميح يلا. هيو ما نطول عنده. إيه مشان الرزق. صحيح. لك ليش ما برد؟ استاذ سميح لك ليكون نايم خيو. ما بعرف. الله بفتح. يا اهلين اهلين بالشباب. اهلين اهلين استاذ سميح. عفوا تفضلوا تفضلوا. يا راسي استاذ سميح. تفضلوا شباب. شريف شريف, شريف ابو رحمه. يلا يلا. على راسي يا استاذ سميح. الله يخلي لنا اياك الهي. شلونك شلون صحتك؟ طمنا عنك. ان شاء الله بخير مبسوط. الحمد لله الحمد لله. أنا آسف يا جماعة بعتذر منكم. ما في شيء ضيفكم. لك لا يا أستاذ سميح لا تاكل هم، نحن جايبين معنا كل شيء. صحيح أستاذ سميح، إيش هي الأخبار اللي عم اسمعها؟ بعرف 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 إنكم سمعتوا إنه بدي أترك البيت والحارة وجايين تطلبوا بديونكم. طبعا هذا حقكم بس والله يا جماعة أنا صلي على النبي أستاذ سميح، أنت صرت واحد مننا وفينا وحيف عليك تحكي هالحكي هاد. بين الأهل ما في مصاري أبدا. ويا سيدي
الديون اللي عليك انشطبت كلها، يعني نحن ما بقي لنا عندك ولا متليك، مو هيك شباب؟ طبعا. الله يسامحك استاذ، الله يسامحك. دنيا واخره. شكرا لكم يا جماعه، بس هيك ما بصير، هذا حقكم. صلي على النبي استاذ سميح، صلي على النبي. ايش بك؟ ايش الحكي هذا؟ هذا الحكي ما بينحكى ابدا. تعرف استاذ سميح، انت اللي عامل الحاره مو قليل ابدا، يعني انت مفضل علينا كلياتنا. يا سميح، والله سنين عمرك اللي ضاعت بالسجون والمعتقلات ما راح تهدر. هلا وصلك التقدير، هذا وسام. شكرا يا ربي، الناس حست باللي عملته مشانهم، الحمد لله. ايش في استاذ؟ خيو بالمختصر نحن جايين نقول لك ونترجاك انه ما تترك الحاره، واجرت بيتك واكلك وشربك على حسابنا، بس انت توافق. ايش قلت؟ طبعا بدك توافق استاذ، لكن شلون؟ ما احلام يوافق. الله يعزكم يا وادم، عن جد شكرا كثير. بس بقدر اعرف ليش؟ يا سيدي انا رح اقول لك، من قبل ما تجي حضرتك لعنا على الحاره كانت حالتنا ديقره، لا بيعه ولا شروه، يعني مثل ما بتقول ما في اجر عليها، وكنا بصراحه ثلاثتنا عم نفكر نسكر هالدكاكين ونروح على بيوتنا نبرك. ولما انت جيت على الحاره لحقوك كل مخبرين البلد، خيو بدنا نقول له خليه يعرف. المهم هدول المخبرين لما اجوا صار في حركه في الحاره عجبه، بيعوا شري خيو. ليش؟ المخبر منهم بيقعد طول النهار، بده ياكل بده يشرب، وقت اللي بده ينصرف بده ياخذ شيء لاولاده، يعني يشتري اغراض ويروح، وبعد ما يروح بده يستلم مخبر بعده، يعني صار ايش في ورديتين، صبح ومساء صبح ومساء، شغل عجبه. ايه بالله يا استاذ، يعني صار المخبر منهم طبخته بده ياخذها من عنا من الحاره، على يا عمي ابو عبده حط لي 4 كيلوات بندوره، على 5 كيلوات خيار، على 10 كيلوات كوسه، كلهم عند عمك ابو عبده، يعني شغلي صار 24 ساعه في ال 24 ساعه. والله طلعت مالك فهمان شيء يا سميح افندي، وكل هالوقت مانك حاسس في المخابرات. اخ يا اولاد حارتي. اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا. ولو استاذ سميح هي جايب لك فستقات في قشرهم بيسهلوا تمك. شرب هدول من المحل، الله وكيلك ما جبت شيء من برا. الله يعزكم يا جماعه. وهذا كمان معلم، هذا شاي عجمي. تفضلوا. اهلا وسهلا، تفضلوا. يلا يلا استاذ سميح، تسلم. Thank you.